شكوى مستمرة من توقف المصانع الكبرى، لربما ليس في البصرة فحسب بل في عموم أنحاء العراق. يعني هل نستطيع مع هذه الشكوى أن نقول ارتفاع أسعار النفط هو فرصة بالنسبة للعراق، خصوصا أنت تعرف يعني هناك استيراد مستمر من الخارج، وبالنتيجة كل العائدات أيضا تتحول إلى استهلاك؟ طبعا من الواضح أن سياسة الاقتصاد العراقي اعتمدت فقط على توزيع إيرادات النفط دون إحياء التنويع الاقتصادي، سواء على المستوى الزراعي أو الصناعات الغذائية أو الصناعة بشكل عام. عملية تخفيض تكاليف الدعم الحكومي للاستهلاك وتحويلها إلى دعم لأغراض الإنتاج، يعني من المؤسف أن العراق يصرف سنويا ما لا يقل عن 12 تريليون دينار على مستوى الدعم لمفردات البطاقة التموينية والرعاية الاجتماعية وغيرها من وسائل الدعم لأغراض الاستهلاك، في حين كان يفترض أن يكون هناك دعم لتوسيع القاعدة الإنتاجية وإعادة إحياء الصناعة في العراق. فعملية تخفيض الدعم على مستوى الاستهلاك وتوسيعه على مستوى الإنتاج سيساهم في تقليل نسبة البطالة والفقر ويعيد الاقتصاد العراقي إلى مسألة التنويع الاقتصادي. نعم، إيرادات النفط مهمة، يمكن أن ترتفع إذا ما لاحظنا أن إيرادات العراق حالياً تقترب من أعلى مستوياتها في السنوات السابقة، والعراق يمكن أن يحتل المركز الثاني على مستوى أوبك، خاصة مع العقوبات على مستوى روسيا. فبالتأكيد أهمية العراق في سوق النفط تزداد. لاحظنا احتفاظ العراق في المرتبة الأولى بالنسبة لصادراته للهند، وكذلك هو ينافس في الصين، والآن الاتحاد الأوروبي يحاول أن يدخل للسوق العراقية لكي يكون أيضا ملاذ آمن لتوفير الطاقة للاتحاد الأوروبي. فعملية استثمار هذه العلاقات، يعني الصين والهند والاتحاد الأوروبي لديهم صناعات متقدمة، فعلينا بيع النفط لهذه الدول واستيراد التكنولوجيا وتطوير الآلة الصناعية العراقية لكي تساهم في خلق إيرادات مستدامة وليست إيرادات وقتية، يعني على اعتبار أن النفط ثروة. نعم سيد صفوان، يعني ماذا يعني أن يكون العراق بلدا نفطيا مع غياب وجود بنى تحتية قادرة على الإنتاج؟ ما الذي يعنيه للمواطنين؟ ما الذي يعنيه؟ طبعا مستوى الخطر يعني يكون عالي. أنت تعلمين بأن أسعار النفط وكمياته محكومة بالعرض والطلب العالمي، فعملية اعتماد الاقتصاد العراقي على منفذ وحيد للحياة بالتأكيد يعرض إلى مخاطر. فنعم حاليا هناك وفرة مالية، يفترض أن تتحول هذه الوفرة المالية إلى تنويع اقتصادي في كل القطاعات لكي نقلل الصدمات الخارجية على الاقتصاد العراقي. لاحظنا مثلا في سنة 2020 الحكومة عجزت عن تسديد الرواتب بسبب انخفاض أسعار النفط. فعلينا أن نفكر في التكامل الاقتصادي على مستوى دول المنطقة، يعني استثمار الموقع الجغرافي للعراق وجذب الاستثمارات. طبعا الآن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تدخل للسوق العراقية بكثافة، وهي الدولة الصناعية رقم واحد، فعلينا أيضا استثمار هذه النقطة، نقطة التحول. والعراق يمتلك ما لا يقل عن 30 مليار دولار في سندات الخزانة الأمريكية، فهي بمثابة طمأنة للمستثمر الأمريكي أن يحاول أن يستثمر في العراق لتنشيط الصناعة. طبعا كلمة صنع في العراق بدون شركاء دوليين لن نستطيع المنافسة، يعني علينا استخدام التكنولوجيا الحديثة واستغلال الموارد المعطلة على مستوى مواد أولية تتوفر في العراق، على مستوى مثلا صناعة الفوسفات في الأنبار، صناعة الكبريت في نينوى، مثل هذه المواد الأولية الغير مستغلة، وكذلك الإسمنت في السماوة. من الممكن أن تساهم في إمداد الصناعة العراقية بسلسلة من الصناعات المكملة، وكذلك يعني استثمار العلاقة مع الاتحاد الأوروبي في إدامة العلاقة بين المياه والزراعة الذكية لكي فعلا نستطيع يعني إعادة إحياء هذه الأراضي التي تحولت إلى صحراء بسبب عدم استخدام التكنولوجيا. فإقامة علاقات متوازنة بين دول المنطقة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، والانفتاح على دول الشرق سواء باكستان أو الهند
أو الصين باعتبارها دول مستهلكة تطلب أمن الطاقة من خلال العراق. نعم. فعلينا إدامة هذه العلاقة وتنشيط قطاعات صناعية حاليا هي متوقفة. طيب يعني دعني أسألك أيضا عن الوفرة المالية، ما أهمية أن يطفئ العراق ديونه الخارجية على الأقل والملزم هو بها وهي يعني ما تقارب ال 20 مليار دولار، يعني ما هي أهمية إطفاء الديون بالنسبة للاقتصاد العراقي، وكيف تعتقد أن العراق استخدم هذه الوفرة المالية أو بوبها، يعني هل استخدمها بطريقة إيجابية؟ يعني حاليا العراق قام بتصفير ديون الكويت وهي تمثل 3% من ايرادات النفط، فهناك وفره ماليه يمكن يعني اعاده جدوله الديون المتبقيه وهي ليست بالمبلغ الكبير. نعم. 21 مليار دولار يمكن تسديدها. النظره الايجابيه للمستثمر الدولي تعتمد على قوه الاقتصاد، فعندما يتم تصفير الديون بمعنى ان هناك ضمانات يمكن اعطائها للمستثمرين مقابل الأموال التي تستثمر. مؤتمر الكويت طرح أكثر من 88 مليار دولار للتحرك نحو العراق، كانت المسألة يعني يروبها جزء من الشك بسبب وجود مثل هذه الديون. فحاليا مع ارتفاع أسعار النفط ورغبة العراق ضمن سياسة وزارة النفط إلى رفع الصادرات إلى 8 مليون برميل يوميا، وتصفير الديون الداخلية والخارجية سيساهم في تحريك المدخرات العراقية نحو البيئة المالية المصرفية، وبالتالي إعادة تدويرها بشكل مشاريع منتجة للدخل، فنتخلص من صفحة الديون ونعود إلى ما كنا عليه. العراق دولة يعني كانت مانحة. نعم. هي التي أسست صندوق النقد الدولي، هي اللي ساهمت في المصارف الدولية، فيمكن تغيير النظرة من خلال تطفاء هذه الديون. طيب كيف يعني تسير آليات الإنفاق الحكومي في ظل غياب الموازنات الاتحادية، كيف ترى أنت هذا الموضوع؟ يعني من الواضح أن الحكومة الحالية لا تمتلك قدرة تغيير بوصلة الإنفاق لأنها تحولت إلى حكومة تصريف أعمال. حجم الإنفاق لا يتناسب مع حجم الإيرادات، يعني لا نستطيع أن نصرف أكثر من 60% من الإيرادات التي تأتي، فهناك احتياطيات تنمو لدى البنك المركزي في ظل وجود فقر ووجود بطالة. بالتأكيد نحن بحاجة إلى أدوات مالية جديدة من خلال موازنة شاملة ل 2023 يتم تدوير الفائض المتبقي من 2022 وبتقدير لا يقل عن 20 مليار دولار إلى 2023 مع وضع يعني دائرة الإنفاق بالجانب الاستثماري، على اعتبار الاقتصاد العراقي يستطيع أن ينمو من خلال قطاع الاستثمار ولا نعتمد فقط على نسبة النمو من خلال القطاع النفطي. فعملية تنويع مصادر النمو تحتاج إلى موازنة استثمارية، فعملية تكبير الحكومة الحالية وعدم وجود حكومة كاملة الصلاحيات والذهاب إلى 2023 بدون موازنة تعني ارتفاع مستوى المخاطر، فعلينا أن نسرع بعملية تكوين حكومة كاملة الصلاحيات تستطيع أن تضع دائرة. نعم. الإنفاق ضمن المشاريع الاستثمارية، خاصة موضوع التصحر وإدارة المياه، لأن العراق مقبل على أزمة مياه، فعلينا توفير السيولة اللازمة لتقليل الضرر على المزارعين وعلى السكان. نعم. السيد صفوان قصي الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك وشكرا لوقتك.